خلال تواجدي على الأراضي السورية، أعتقد أكبر حملة عراقية رأتها عيني لحد هذه اللحظة هي حملة أهل الغيرة الأخوة في عصائب أهل الحق. حملة كبيرة جدا، مئات السيارات الآن دخلت إلى الأراضي السورية. أعتقد هذه الحملة هي جزء من الخير العراقي. كل الجهات العراقية شعبا وحكومة ساهمت في نصرة الشعب السوري في محنته. أعتقد هذا الخير العراقي رفع من معاناة المواطن السوري ومستمر من أيام طويلة، وإن شاء الله سيستمر في الأيام المقبلة.